اليوم كان هنالك اجتماع ثلاثي في مقر الاتحاد السعودي، جمع الأستاذ محمد المسحل رئيس لجنة المنتخبات شؤون المنتخبات، والكابتن ناصر الجوهر المستشار الفني وعضو الاتحاد السعودي فهد المصيبيح. طبعا هذا وشلون درينا عنه اليوم زميل فهد المجاهد لما تواجد في تغطية اجتماع اللجنة الفنية اللي معهم كذا وهم رايحين. حب المراسل اللي يكون عنده يعني حقيقة حس، فما ودي أقول كلمة لكنه فعلا تحس أنه عنده فضول يروح يدور بعض الأشياء، فشافهم رايحين الاجتماع راح وسأل عن هذا الموضوع، وقال أنه هناك اجتماع خاص جمع الثلاثي في المقر هناك، ودار بينهم حديث كثير. حاول طبعا فهد يصور لكنه رفضوا أنه يتم تصوير أي مشهد على الأقل الاجتماع بشكل عام، لكنه بعد انتظر تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات حتى انتهى الاجتماع وراكم، وبعد نهاية الاجتماع التقى الزميل النشط فهد المجاهد بالأستاذ محمد المسحل. الجانب الأول تحدث فيه عن مدرب المنتخب اللي أعلن فيه أنه انتهوا مع المدرب. الأخ فهد عنده الآن مهام أخرى وهي قصده اسمه رئيس الاتحاد، مدى قربهم وبعدهم دائما قريبين سواء للقلب أو لنا، احنا نستشيرهم صراحة بأشياء كثيرة ولا نستغني عنهم بدون شك، ولكن أيضا عندنا احنا إضافات كثيرة لطريقة العمل الإداري ملتزمين فيها، وإن شاء الله يعني المجتمع الرياضي يشوف أثرها عن قريب على أداء المنتخبات إن شاء الله. أخيرا أستاذ محمد، تحدثتم في الماضي أن هنالك مجلس سيعمل معكم، ما الجديد في هذا الأمر؟ هذا مجلس استشاري تم مؤخرا اعتماده يعني قبل يمكن يومين، اعتمد من سمو رئيس الاتحاد. الآن احنا نعمل على اختيار الأسماء. بشكل مبسط هذا المجلس هو نخبة من الرياضيين في المجتمع الرياضي، سواء من إعلاميين، أكاديميين، لاعبين سابقين، إداريين سابقين، وعادة هذه النخبة احنا نتجه للأشخاص اللي يعني معروفين عنهم باعتدالهم، وقد يكونون 100 شخص 200 شخص، لكن كل اجتماع ننتخب منهم 25 شخص لأهداف أو محاور الاجتماع. ومبدئيا كل سنة بيكون فيها 4 اجتماعات، يعني حوالي كل 3 شهور في اجتماع، وله آلية وله محاور وله جدول عمل ثابت، وله حتى موضوع المداخلات من الموجودين راح يكون لها أيضا ضبط معين لطريقة التداخل، وبالنهاية نخرج من كل اجتماع، الاجتماع يمتد يعني اليوم كامل، يعني يبدأ من الساعة 8:30 أو 9 إلى الساعة 4 مساء، ونطلع بالأخير في مقترحات ونأخذها احنا في إدارة المنتخبات على محمل الجدية، ونضعها في آلية التنفيذ وآلية العمل اللي احنا نقوم فيها. وأيضا جزء من إدارة المنتخبات عندنا إدارة للتخطيط الإعلامي، تم اليوم الاتفاق والتوقيع أيضا مع الإعلامي معروف محمد الشهري اللي يكون هو القائم على هذه الإدارة، وبدون شك من أهم الإدارات الموجودة عندنا في إدارة المنتخبات، والله يعينه لأن بتكون مسؤولية صراحة كبيرة، وعلى الأقل يريحني شوي من التعامل مع الإعلام، لأن طبعا أحبه ويعني أريولتهم، أنا أيضا كنت في يوم من الأيام أحد الإعلاميين، ولكن التعامل مع الإعلام يبغى له تركيز، يبغى له كوادر مؤهلة بشكل كبير. وراك محمد، أكيد حتى لو متحدث رسمي ما في متحدث رسمي إعلامي مو إعلامي، بالتأكيد الاتصالات حجيك. طبعا أنا قلت قبل شوي إنه تكلم عن المدرب، هو طلع تكلم عن المدرب في الجزء الثاني مو الجزء الأول، لكن الجزء الأول اللي يعلن فيه اعتماد مجلس استشاري مكون من رياضيين وإداريين ولاعبين وإعلاميين وأشخاص معروف عنهم اعتدالهم. خلينا نشوف الجزء اللي تكلم فيه عن قضية مدرب المنتخب. إعلان اسم المدرب بحد ذاته مش هو المهمة الرئيسية اللي احنا خلفها، اختيار المدرب اللي يتناسب مع المرحلة القادمة، هذا الكلام أنا قلته عدة مرات من أول، هو الأهم. يعني احنا ممكن نكون اتفقنا الآن مع مدرب، ولكن يمكن فيها أسباب تخلينا ما نعلن اسمه حاليا، تخص المدرب نفسه وتخص أيضا الخطة العامة اللي احنا واضعينها. على أي حال بإذن الله احنا نتوقع الأسبوع الأول من شهر 6، يعني ما بقى اللي يومين 3 في دخول شهر 6،
الأسبوع الأول هذا إن شاء الله بيتحدد بشكل نهائي المدرب وقد نتفق معه، أما مسألة إعلان اتفاقنا معه وهذا أمر أنا في نظري هو بروتوكولي نوعا ما، ولكن أيضا بالنسبة لنا عملي أيضا في أسباب تخلينا يمكن نأجل اسمه، يمكن نتحفظ على إعلان اسمه يعني 3-4 أيام زيادة بعد ما نتفق معه إن شاء الله. فأبشر يعني إن شاء الله المجتمع الرياضي بشكل عام في المملكة أن موضوع المدرب إن شاء الله شبه محسوم وكلها أيام معدودة، وإحنا ما ودنا والله نقول أيام وأيام وأيام ونأجل ونأجل، ويعني بدأت ألاحظنا فيه نوع من الحنق البسيط يعني عند بعض المتابعين، ولكن لو يعرفون كواليس العمل اللي احنا نشتغل فيه يمكن يعذروننا. أيضا نتحدث عن الموسم الرياضي، أسابيع وينتهي الموسم، هل سيشاهد المدرب أو متى سيشاهد المدرب اللاعبين عن قرب للحكم على إمكانياتهم وضم المتميز منهم؟ في احتمال كبير يجي المدرب قبل نهاية مثلا كأس الملك يكون متواجد في المملكة، ولكن حتى لو لم يتمكن من تواجد المملكة فيه وسائل كثيرة يقدر يشوف فيها المدرب اللاعبين، سواء بالفيديو سواء حاليا هو موجود خارج المملكة عن طريق الفضائيات. قضية مشاهدة المدرب للاعبين وهم يلعبون أنا ما أشوف أنها قضية كبيرة يعني، وعادة المدرب مهما شاهد عادة يعتمد على آخر قائمة كانت موجودة في المنتخب، هاي طريقة المدربين يعني، حتى لو يشوفهم الآن يلعبون ما عنده الآلية اللي يقدر فيها يختار فيها اللاعبين أو يستبعد فيها اللاعبين، عادة يبتدي من القائمة الأخيرة ويحكم بناء على ذلك، عنده فريق عمل متكامل يساعدون على الاختيار. فموضوع تواجد المدرب عشان يشوف المباريات أو يشوف الدوري أو يشوف المسابقات أنا ما أشوفه شيء أساسي.